اما الادعاء الرابع بقى ان احنا بنعمل فن والفن رساله. يا اخي اسمع كده مدير الشركه ده، اسمع بفضل الله من الفنانين الراقيين اللي بيقدموا فنهم ورسالتهم وبيسعدوا الناس في موسم الرياض. احنا اليوم يتعامل مع المتعاقد مع الموسم اكثر من 3000 فنان وفنانه وعاملين وفريق عمل في موسم الرياض من الاخوان في مصر، وصراحه يعني هم اخواننا واللي بيقدمون شيء يسعد الجميع. وهذه يعني من كان الاخ بيومي والاخ كاكان حسني والكثير من الفنانين اليوم اللي احنا نتشرف ان نستقبلهم في موسم الرياض. مين اهم ابطال المسرحيات عندك يا استاذ عدنان الفتره اللي جايه؟ عندنا فنانين جميعا، فنانين الكبار عندنا بعد الأسبوع القادم الفنان أكرم حسني، عندنا الأستاذ أحمد عز، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، جميعا يعني تقريبا جميع الفنانين. ما حسيت على فكرة السعودية يا عمرو فيها بتاع 3 مليون عامل مصري طالع بتاع سكة صلة يقول لك عن شغلنا 3000 عامل وفن، يعني أنا اتخضيت وطلع يدينا فكرة ان الفن رسالة. صدق انا ما كنتش اعرف ان الفن رسالة، انا يعني ما اعرف اساتذتي في الفن ما قالوليش، يعني جديد عليا دي. يعني ايه الفن رسالة؟ ما هو رسالة يعني ايه الموضوع يعني؟ بس الفن رسالة انت فاهمها غلط يا عدنان، وخسارة الاسم والله. انما انت فاهم غلط، رسالة يعني لما تحصل ازمة كبيرة للامة تلاقي الفن فيها. وانا اديتك يا عدنان درس دلوقتي، الشاعر الكبير صلاح جيهين اللي كتب انا هنا يا ابن الحلال، اغنية لطيفة اهي، هو نفسه اللي كتب هنحارب، هو نفسه اللي كتب مثلا والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، هو اللي كتب صورة، صلاح جيهين اللي كتب الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت، هو نفسه لما كان الدنيا والوطن محتاج له كتب عن فلسطين. الفن رسالة يعني الفنان يبقى على صلة كده، بوصلته صحيحة بأنه على علاقة بشعبه بقضايا شعبه. إسماعيل ياسين اللي عمل التهريج هو اللي عمل إسماعيل ياسين في الجيش وفي الأسطول وفي الطيران. عبد الناصر قائد ثورات التحرر سواء في إفريقيا أو في العرب هو نفسه اللي راح حضر افتتاح فيلم اسماعيل ياسين في الجيش، الافتتاح بحضور عبد الناصر شخصيا، لانه كان ده الفن، انه الفنان على علاقه. نزار قباني انا قلت لك اللي كتب طفوله نهد وكتب بقى القصايد الحلوه اللي احنا بنتكلم عليها، هو اللي كتب للراجل للست دي من لحن الراجل ده اصبح عندي الان بندقيه الى فلسطين خذوني معكم. الفن ده رساله، بس تكون متصل بقضايا امتك وتشارك فيها، هي دي الرساله مش شاكيره. وانت عارف شاكيره يعني مش تقف ورا شاكيره، مش بيوم فؤاد. الرساله اللي نعرفها عدنان انت وعمرو اديب هي رساله الفن من زمان قوي. الفنانين نفسهم اللي كانوا بيعملوا هالس سنة 1917 من 14 ل 17 في تاريخ مصر هم نفسهم اللي شاركوا في ثورة 19، كان الممثلين نفسهم اللي بيطلعوا يغنوا أغاني قبيحة في المسارح اللي بقت كباريهات في الحرب العالمية الأولى من 14 ل 17 هم نفسهم اللي طلعوا غنوا ونزلوا الشوارع يحمسوا الناس في ثورة 19، هم نفسهم هم نفس الفنانين. بص المانشيتات دي، كان الممثلون ينشدون في الشوارع، الأستاذ بديع خيري هو اللي كاتب المقال وبيكلم على الفنانين وإزاي شاركوا في ثورة 19. الحناطير كانت بتنزل تاخد الفنانين وتقعد تلف في شوارع مصر عشان تغني الأغاني الوطنية اللي منها قوم يا مصري مصر دايما بتناديك. اهو هم نفسهم، هم نفسهم اللي كانوا بيطلعوا يهلسوا
من 14 ل 17، يعني من سنة 1914 لسنة 1917 لما جات ثورة 19، هم نفس الفنانين دول بنجيب الريحاني بكله. كانت المسارح وعلى رأسها مسرح نجيب الريحاني اللي كان بيعمل كشكش بيه في شارع الألفي، هو جنب بيت عمرو أديب القديم شارع الألفي، والكباريه ده موجود لحد دلوقتي ولسه لحد دلوقتي مالها ليلي. كان نجيب الريحاني بيقدم فيه سكتشات كشكش بيه هلس، الراجل الصعيدي او الراجل العمدة اللي كسب من القطن ونزر مصر، فبيشوف بقى البنات الالمازيات اللي ماشية في الشارع ويضحكوا عليه وياخدوا فلوسه. هو ده نفسه الريحاني اللي نزل وشارك في ثورة 19 وقاوم الاحتلال الانجليزي. شوف كده اتعلم يعني ايه الفن رسالة يا عدنان. انت هتعرف فن ولا عارف رسالة؟ انتوا عم انتوا مكتب عمالة، يعني ايه شغلنا 3000 واحد؟ انت شغال بتورد عمال. انت عارف الشيخ سيد درويش ده يا عدنان؟ ده اللي عمل اغنية في احد المسرحيات بتقول حتة منها، بتقول شفتي بتاكلني انا في عرضك خليها تسلم على خدك. شوف بقى الفحش. هو نفسه اللي عمل قوم يا مصري مصري دايما بتناديك. هو نفسه سيد درويش اللي كان محضر لسعد الزغلول وهو جاي من المنفى، كان محضر له أغنية عظيمة جدا لكنه مات قبل ما يوصل سعد الزغلول. الفنان بيعمل ده وبيعمل ده. حتى لما جت قضية فلسطين هنلاقي مصر بالذات والفنانين المصريين رواد في دعم فلسطين بالفن. عندنا مثلا المنتجة عزيزة أمير اللي أنتجت أول فيلم عن نكبة فلسطين وكفاح فلسطين، كان اسمه فتاة من فلسطين. عزيزة أمير ودي ستة يعني فلوسها، أنتجت بفلوسها أول فيلم عن نكبة فلسطين. وبعد كده لما قام يوليو 52 بدأت مصر وعبد الناصر تحشد كل طاقتها لفلسطين، واتبعت الأفلام عن مساندة فلسطين زي أرض الأبطال اللي بيحكي عن قصة ضابط مصري وفتاة من غزة بتساعد المقاومة ضد إسرائيل، أرض الأبطال. وفيلم الله معنا اللي هو الله معنا اللي هو بتاع عبد الحليم وفاتن عماد حمدي وفاتن حمامة اللي نقل خيانة الحكام العرب اللي كانت سبب في هزيمة الجيوش كما يتراءى للفيلم أو صناع الفيلم في 1948. بعد 20 سنة من النكبة فلسطين يطلع الشاعر الكبير نزار قباني عشان يكتب أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم، وياخدها عبد الوهاب ويعمل منها عبد الوهاب أغنية ما فيهاش تطريب لكنها مؤثرة جدا. لما تسمع كويس قوي أغنية أصبح عندي الآن بندقية ما فيهاش أي نوع من التطريب، حتى أداء أم كلثوم فيها تعبيري جدا. دي أم كلثوم، ده الفن، دي الرسالة. والفن فيه ترفيه بس في وقت الترفيه، ودي رسالة الفن إنه يبقى على اتصال بالناس. أو أغنية مثلا عبد الحليم حافظ، أغاني عبد الحليم مش أغنية، يا أهلا بالمعارك وصورة وفدائي. يا أخي أنا لو سمعتك فدائي بس، هي فدائي من لحن الأستاذ كمال الطويل تقريبا، واسمع بس الجزء من فدائي واللي بيقول فيه أموت أعيش ما يهمنيش ويفضل عالم العروبة باقي. ده الفن ودي الرسالة. مين ما غناش للمقاومة؟ المقاومة وقضية فلسطين جمعت أسماء كتير جدا، وأسماء ملهاش أي علاقة ببعض، وأسماء مختلفة ببعض أو مع بعض في كل القضايا. يعني الأبنودي اللي كتب في الست أم كلثوم كلب الست، القصيدة اللي كان يعني بيخبط فيها في الست أم كلثوم، كتب مش الأبنودي قصدي أحمد فؤاد نجم اللي كتب كلب الست، الست دي نفسها غنت لأم كلثوم، غنت لقضية فلسطين. قضية فلسطين غنى لها الشيخ إمام، دولة بناها الكفاح بدم الشهيد بنار السلاح. الشيخ إمام اللي كان مش لاقي ياكل غنى لفلسطين زي ما غنت لفلسطين فيروز من أعظم أعمال الرحابنة عاصي ومنصور
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.